صباح الخير. هذه الصراصير الآن في المدرسة بشكل عجيب، تجمع غير طبيعي مش معقولة. يا الله صباح الخير. هذا أول يوم دوام عن قرب. هذه أصبحنا وأصبح الملك لله، كذلك الجدار شيء لا يعقل. من وين جايين ذولي؟ هذا الصراصير من فين جاية؟ شوف الجدران مش محبوبة. مش معقولة، الجدران كلها مغطاة بالصراصير. ليش العلم ما ندري. هذه غرفة المعلمين.